السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدكتورة المحترمة، وأهلا بالأردن وأهلا بك في لن أقول بلدك الثاني بل بلدك أيضا. ما هي الرسالة المراد يعني نشرها وتوجيهها للنساء العربيات عبر تكريمكن؟ في البداية اسمح لي قبل ما أرد على سؤالك بإني أمسي على كل من يشاهدنا الآن، أوجه تحية حارة بورود وزنابق الأردن الشامخ إلى كل من يستمع إلينا الآن، على تحديد الخصوص في المملكة المغربية الشقيقة الحبيبة، وأيضا إلى كل الإخوة العرب الذين يتابعوننا عبر هذا المنبر. إجابة إلى سؤالك، إنه من الجميل جدا أن تتاح فرصة للمرأة العربية عبر مشوارها ونضالاتها لسنين في سبيل أن تكون متساوية مع الرجل، وهي أخت الرجال، وكما نقول نحن باللغة الأردنية نشمية بمعنى أنها أخت الرجال وصانعة الرجال أيضا، أن نصل إلى مرحلة معينة أن تكون هي جنبا إلى جنب مع الرجل وليس أن تكون وراءه بخطوات. وأعتقد بأن الرجل الآن أصبح لديه فكرة بأن هذه الإمرأة يجب أن تكون جنبا إلى جنب معه، وهنا تكمن عظمة الرجل. كنا نقول أنا وراء كل إمرأة عظيمة رجل، الآن أنا أقول بأن وراء كل إمرأة عظيمة رجل يشد من أزرها نحو حريتها المنشودة لتكون نصف المجتمع، لأنها تمثل أمة. في مثل هذا اليوم جميل أن تجتمع كل النساء العربيات في وقفة واحدة متضامنة من خلال قناة ترعى هذا الحدث في المملكة المغربية، لنقول أنا الآن أن تصل المرأة إلى كل ما تصبو له، أن نعيد النظر بالتشريعات الظالمة في بعض البلدان للمرأة العربية. أعتقد بأنه بعض البلدان انتبهت لهذا الموضوع وأصبحت الآن تسير بخطوات نحو الديمقراطية، نحو إعادة منطوق النظرة لهذه المرأة من خلال تشريعات تنصفها. جميل بأنه يضم هذا الحفل من شتى الأطياف من النساء، سواء كانت إعلامية، سواء كانت دكتورة، سواء كانت ربة منزل أو أم، أو أم شهيد أيضا. أوجه لهم كل التحية، وأوجه تحية خالصة للرائدين في هذا المشروع في تكريم المرأة في هذا اليوم. أتمنى أن تكون الأيام القادمة تحمل كل جميل للمرأة، ونحتفل سويا في الوطن العربي في يوم واحد نختاره نحن وليس 8 آذار، نختاره نحن عندما تصل إلى المرأة لتكون هي فعلا نصف المجتمع، فعلا وقولا وليس مجرد شعارات نطلقها في هذا اليوم. ما شاء الله، صراحة أبهرتني بالتقديم الرائع الذي يضاهي محياك. هل لك علاقة بالإعلام؟ أنا إعلامية منذ 30 عاما، أعمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، معدة ومقدمة، حصلت على العديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي من اتحاد إذاعات الدول العربية كأفضل إعلامية في الوطن العربي لمدة 4 سنوات متتالية. جامعة الدول العربية كرمتني كالمرأة النموذج في الوطن العربي، والحمد لله هذا التكريم كمان جميل اليوم. هذا عن جدارة واستحقاق بالتأكيد، وكرمتني جلالة الملكة رانيا كمبدعة في سماء الأردن، وقبلها أيضا الملكة نور الحسين. فالحمد لله استطعنا أن نعطي بعض حضاري للمرأة العربية، والمرأة الأردنية مرأة مناضلة وتبوأت العديد من المناصب، وأيضا أوجه لها كل التحية. هل لا زالت هيمنة التي كان يتحدث عنها الكثير ماضيا عن احتكار الرجل للمهام الكبرى والمهام السامية، هل لازالت متقدة أم تراجعت نوعا ما إلى الوراء؟ أعتقد بأنها تراجعت، يعني في السنوات الماضية كان الرجل يهيمن على كل المناصب والقطاعات وفي شتى المجالات، لكن المرأة عبر نضالها استطاعت عندما اقتنست الفرصة بأن لا 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 بقدرتها وبنضالها. وأنا طبعا وأنا أضع خط أحمر نحو كلمة نضال، لأنه بنضالها استطاعت أن تقتنص الفرصة، وعندما تبوأت هذا الموقع في شتى المجالات أثبتت بأنها جديرة وفي بعض الأحيان قد تفوق الرجل. يعني كلمة قوية لجميع النساء العالم العربيات والمغربيات، استمروا في نضالكم، أنتن الأمة
وأنتن المجتمع وأنتن صانعات الرجال. أنا لا أقول بأن المرأة خلقت من ضلع الرجل، ولكني أعتقد بأنها نصفه الآخر الذي يشد من أزره في كثير من الأحيان حتى يتبوأ ما يريد، ولكن أعتقد بأنه المرأة قادرة على أن تثبت نفسها وجدارتها إذا ما أتيحت إلها الفرصة. فثابروا على نضالكم، وسنصل بالتأكيد إلى حريتنا المطلقة من خلال القوانين والتشريعات التي تنصفكن. ما شاء الله، كان بودني أن أكرمك بدوري لكن لا أمتلك إلا الشفوي، وأنا أقول لك أنت رائعة بما تحملينه من قدرات هائلة، استمري أيضا ولك جزيلا. وجودي مع حضرتك من خلال هذه النافذة هو تكريم لي، كل الشكر لك وأتمنى لكم كل الخير. ولكم أيضا شكرا. وتشكراتنا وتحياتنا للأهل الأردني وزوجة الحرم. شكرا جزيلا.